بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال قناتكم ومن خلال هذه مئات الألوف التي خرجت عصر يوم الجمعة اليوم وتقول كلمتها: نحن نريد خدمات، نريد ميزانية، نريد ماء، نريد هاي البطالة التي عمت العراقون أكثر من 30% الآن. ولذلك الشعب يطالب بحكومة قوية، يطالب بحكومة خدمات. لذلك نقول لسماحة السيد مقتدى: كفاك تمردا على الدستور والقانون، عليك بالرجوع إلى جمهور الإطار لتحتكم إلى القانون والدستور. نعم نعم للقضاء. سيد جبار، موقفكم من دعوة السيد مقتدى الصدر بالالتحاق إلى تظاهرات التيار الصدري بالمنطقة؟ نعم، نحن ندعو التيار الصدري العزيز للمطالبة بالماء، للمطالبة بالخدمات، للانضمام مع تيار الإطار ليقول كلمته بصوت مرتفع، للانضمام مع محبي تيار الإطار الذي يقول كلمته بالخدمات وبالدستورية وبالشرعية، لا بالفوضى، لا بالانقلاب. نعم، أنتم من الانضمام إلى التيار الصدري؟ نحن ندعو تيار الصدري بالانضمام إلى تيار الإطار، التيار الحق، تيار الشرعية، تيار العقلي، تيار الدستوري والقانون. نعم. هل هنالك احتمالية كبيرة بتحول هذا الاحتجاج إلى اعتصام؟ نعم، الاعتصام مستمر حتى نقول لشعبنا العراقي: نعم، جميعكم يجب أن تميزوا بين الحق والباطل، يجب أن تميزوا بين الانقلاب والحفاظ على الدستور والشرعية. الدستور والشرعية شاهدتموه أنتم على أسوار الخضراء والانقلابيين في داخل الخضراء، فعليكم بالاحتكام إلى العقل والمنطق، لا إلى الفوضى، لا إلى العبثية. نعم نعم للدستور، نعم نعم للقانون، نعم نعم لتيار الإطاري العاقل المنضبط. شكرا لك سيد، شكرا.